قلنا لابد لمن كان خارج المسجد أن تتصل الصفوف مع إمكان الاقتداء وهو سماع التكبير، فإن ازدحم المسجد واتصلت الصفوف فكانت خارج المسجد ووصلت هذه الصفوف إلى المحلات التي بهذه العمائر والتي فوقها شقق، فإن من في الشقق يصح لهم أن يصلوا. لما؟ لأن الصفوف متصلة فوصلت إلى المكان الذي هو تحته، أما مع السعة فلا، فلابد أن يأتوا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فأصحاب الحوانيت الواجب عليهم أن يأتوا إلى المسجد. لما؟ لأن الله عز وجل أمر بالذهاب إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة أمر بأن تؤدى الصلاة في المساجد. فإذا وجد مكان في المسجد وهو يصلي عند حانوته أو عند محله أو في شقته، هنا لم يستجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك قول من يقول بأنه لا بد أن يأتي إلى المسجد مع وجود مكان هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. إذا وجد فاصل طريق فاصل عرفا، سواء كان من طريق أو من نهر أو نحو ذلك، فإنه لا يعتبر هذا اقتداء، فلابد أن يتقدموا. إلا إن ازدحم المكان أو لم يوجد مكان للصلاة فهنا لا إشكال في صلاتهم في الخلف، فالمعول عليه والضابط هو اتصال الصفوف. لما قلنا باتصال الصفوف؟ لأنهم في مثل هذه الحال يكونون في حكم من يصلي مع المسلمين الذين هم في المسجد، وتنطبق عليهم القاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإلا لو قيل بهذا مجرد أنه يقتدى به من هو خارج المسجد ولو كان بعيدا مع وجود مكان في المسجد، فيحق للنساء بل ويحق للرجال على هذا القول أن يصلوا مع الحرمين إذا صلوا صلاة مباشرة عبر التلفاز. لما؟ لأن الشروط التي ذكرت وهي رؤية الإمام ورؤية المأمومين وسماع التكبير كل هذا موجود، وهذا قول لا يصح. ولذلك هو لم يأتي المسجد، لأننا قلنا دليل من قال باتصال الصفوف مع ازدحام المسجد هو القول الصحيح الأدلة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهو سعى، لكن من كان جالسا في محله أو في شقته هنا لم يسعى. فما الفرق بين من يصلي في العمارة الأولى القريبة من المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وبين من هم في العمارة العاشرة في الخلف واتصلت العمارات بعضها مع بعض؟ لماذا أجزتم لهذا ولماذا منعتم هذا؟ ثم يقال أيضا لماذا أجزتم لمن هو في العمارة العاشرة ومنعتم من هو خارج مكة؟